للفن صوت، والمبدع الحقيقي هو صوت الفن. لكن طريق الفن صعب، يصل إليه من يصر بشدة. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم للفن صوت. اليوم كنستضفوا فنان آمن بطموحه وصل ليه، إبراهيم رويبع، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، وشكرا كذلك للجمهور اللي حاضر معنا اليوم. إبراهيم رويبع، نبغيك كفنان مسرحي تعرف نفسك للجمهور الحبيب. إبراهيم رويبع مخرج مسرحي، كنت اشتغل في المسرح، يعني ليس كهواية ولكن كعمل. فوالا هذا مسارك الدراسي إبراهيم رويبع. مسار ديالي في الدراسة وعلاقتها كذلك بالمسرح، يمكن نقول لك بأن في البداية كان عندي واحد الاختيار ديال شعبة اللغة الإنجليزية، ومن بعد كملت الدراسة ديالي باللغة الإنجليزية في الكلية. من ثم كان الاحتكاك ديالي بواحد لو كلوب اللي كان في الكلية سميتو دراما كلوب، كانت كتسهر عليه واحد المخرجة أمريكية اللي كتشتغل مع واحد مجموعه الطلبه المسرح بطبيعه الحال. من ثم كانت البدايه ديالي انني اشتغلت معها لمده 4 سنوات، وبعد ذلك كانت اول تجربه ديالي، يعني اشتغلت معها كممثل. من بعد كانت اول تجربه ديالي في المسرح الجامعي باكادير، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. يعني الا بغيتي تقول لنا ان الانطلاقه ديالك بدات بالمسرح الجامعي. تماما، هذه هي البدايه. واللي كان شجعني وهو ان واحد المجموعه ديال 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 الفنانه المغاربه، وكذلك واحد الوجوه اللي هي الان حاضره في الساحه المغربيه، من بعد ما قدمت جوج الاعمال، العمل الاول كان تحت بدلاتي واللي كنا خدينا به ذاك الساعه الجائزه ديال احسن. ما نتكلموش دابا ابراهيم رويبع على الانجازات، نبقاو في البدايات. بغيت نعرف شنو هما الاشخاص اللي اثروا في المسيره ديالك الفنيه من ممثلين ومخرجين. صراحه نهضر معك بكل صراحة، ما كانش عندي شي تأثير يعني، ولكن كان التأثير ديالي بالدرجة الأولى، وهو أننا كنا كنقراو بزاف في اللغة الإنجليزية، وكنا من تما تعرفنا على واحد مجموعة الكتاب، مجموعة المخرجين، فمن تما بدا التأثير ديالي تماما، بدا التأثير ديالي بالمسرح والإشتغال ديالي كذلك. فأنا ما كنتش متأثر بناس، ولكن كنت يعني دخلت مباشرة للعمل الإشتغال كممثل. جميل. نتكلموا على الانجازات. انا عارفه انك شاركتي بواحد العمل في 2018، مسرحيه عبد، في الهيئه العربيه للمسرح، صحيح هذه المعلومه؟ صحيح، تبارك الله عليك، راك كتسافر بحسين. شكرا. هذا كان مسرحيه عبد اللي انتجناها في فرقه بصمات في 2018، اللي شاركنا بها في المهرجان الهيئه العربيه في لا كومبيتيسيون، وكذلك شاركنا بها في مهرجان قرطاج في لا كومبيتيسيون. جميل. على ذكر فرقه بصمات، التاسيس كان في 2002 على ما اعتقد، صحيح؟ عاود لينا على هذه التجربه، نبغيو نعرفوا اكثر كيفاش بدات وكيفاش جاتكم الفكره ديال تاسيس هذه الفرقه. هي كان التاسيس ديال الفرقه كان عندها ارتباط بالاشتغال ديالي في الجامعه، او كان واحد مجموعه اصدقاء اللي كانوا نصحوني ذاك الساعه باننا من بعد التجربه ديالي في الجامعه كيخصني نخدم يعني في واحد الاطار. ومن ثم جات الفكره ديال اسسنا الفرقه انا والزوجه ديالتي رشيده بصمات، ومع واحد المجموعه ديال الفنانه كذلك من مدينه اكادير. ومن ثم بدات البدايات في 2002 بمسرحيه انكسار اللي انتجناها يعني من مالنا الخاص، وقدمناها في واحد مجموعه المدن المغربيه. وكذلك كانت اول تجربه عندنا وهو اننا كرينا واحد لو تياتر في 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 فرنسا في باريس، يعني في لابلاس كليشي سميتو تياتر نو، وتما كنا قدمنا تقريبا لمده اسبوع هذا العمل المسرحي اللي هو مغربي بالدرجه الاولى. وكانت من هنا كانت بدات الانطلاقات ديال 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 فرقه بصمات، وكذلك رويبع ابراهيم كمخرج مسرح. جميل. وعندي معلومه كذلك ان فرقه بصمات كذلك اهتمت بتكوين الشباب، لماذا هذا الاختيار؟ التكوين بالنسبه لي انا، لانني
كيف ما تكونت انا كشاب، فكان كانت هذه الاستمراريه ديالتي ان الشباب كذلك يخصو يتكون، لان وخاصه ربما هنا في مدينه الرباط ربما ما نحسوش بهذه المساله، ولكن في المدن البعيده عن المركز والمدن الصغيره احنا محتاجين لهذا التكوين هذا، وبالتالي كان لانفيستيسمون في لافونير وهو الشباب. كانت التجربه ديال توطين الفرق المسرحيه بالمسارح، وكنا ذاك الساعه خدينا تقريبا دوزون حنا كنشتغلوا في هذا البرنامج هذا في مدينه ايت ملول اللي هي مدينه كذلك هامشيه. والتجربه حنا خدينا التكوين، بغيت نهضر عليه شي شويه لانه مهم جدا. خدينا ماشي بالشكل ديالو اننا نكونوا فنانه، ولكن بالدرجه الاولى، لان كان الهامش عامر يعني بالطبقات الاجتماعيه، يعني الوضعيه ديالتها هشه، وكانوا الشباب كيتعاطوا بزاف كيتعاطوا زعما المخدرات وكيتعاطوا الاشياء يعني، وحنا حاولنا نستقطبوهم وبدينا كنشتغلوا معاهم. ومن طبيعه الحال شاركوا معنا واحد مجموعه الفنانه من المغرب كامل، وكانت تجربه مهمه جدا، واللي من بينهم بعض الشباب راهما الان هنا في الاجازه المهنيه، ومن بينهم كذلك شباب اخرين اللي التحقوا بليزاداك، والاخرين اللي شقوا طريق ديالهم مع فرق اخرى. جميل جدا. بغيت نتحدث كذلك عن الاعمال الفنيه الجديده. الاعمال الفنيه الجديده ديالي من بعد عبات كان مسرحيه رحيل، ومن بعد عندنا عمل اخر بشراكه مع الانستيتي فرونسي دكادير اللي هو البحث عن الاخر اللي مازال ما تعرضش، وكاين كذلك مسرحيه اخرى اللي هي نوافذ مظلمه، هذه اللي غادي نقدموها في اطار ديال الدعم ديال وزاره الثقافه اللي هو دعم الترويج المسرح. كل التوفيق لكم. بغيت نتحدث على واحد المساله اللي هي وصلتني وبغيتك تاكد عليا، هو ان الفنان ابراهيم الربعه عنده علاقه وطيده بالمسرح وبالسينما كذلك، واش كاين هذه المساله؟ هو علاقتي بالسينما ما ليست علاقه وطيده، لان من بعد واحد جوج خوا واحد جوج او ثلاثه تجارب في افلام مغربيه اللي كانت انا ذاك في اكادير في ذاك المشروع ديال نبيل عيوش اللي كان لو 30 فيلم اللي كنت درت في اكادير، تما كانت البدايات ديالي في السينما، ولكن ما لقيتش راحتي كممثل وما قدرتش نشتغل في هذوك الظروف ديال السينما، لان ربما علاقتي بالمسرح اكبر بكثير. ولكن عندك علاقه بالديكور في السينما. الديكور انا في البدايه ديالي يعني في الليسي في الاعدادي كان الميول ديالي اكثر غادي للفنون التشكيليه اكثر، ولان كنا كندرسوا انا ذاك الفنون التشكيليه، وكان واحد لو كونكور باش نمشي تقرا في لي بوزار، وما نجحتش في ذاك لو كونكور، وبالتالي كان علاقتي مع التشكيليه لحد اليوم. كذلك قدمت يعني في واحد المعرض في ايطاليا كذلك، شاركت كفنان تشكيلي، وبالتالي علاقتي بالفن التشكيلي هي علاقه من الطفوله وباقا مستمره معايا الان، وهي اللي دفعتني ربما نشتغل في لي ديكور ديال لي فيستيفال. كذلك كانت تجربه عندي مع في الفيلم ديال خمم سوينغم كنظن ديال فركوز، فوالا هذه التجربه، ولكن لا تستهويني كثيرا الاشتغال يعني في السينوغرافي. جميل، ننتقلوا للطموحات ديالك، شنو هي الانتظارات ديال ابراهيم الربعه في المسرح اليوم؟ الانتظارات من طبيعه الحال كأي انسان وكأي فنان، فالانتظارات ما كتحدش يعني، دائما عندنا طموح باش نشتغلوا اكثر ونقدموا اشياء احسن من داكشي اللي قدمناه. وكذلك دائما التفكير ديالي هو كيفاش يمكن لنا نفيدوا المجتمع ديالنا، كيفاش يمكن لنا ناثروا فيه، كيفاش يمكن لنا نديروا شي حاجه اللي هي تنفع الناس، هذا هو الاهم. جميل. عندي سؤال اخر، هل تلقيتم عروض مسرحيه او عروض في السينما المشاركه فيها؟ انا بطبعي ما كنشتغلش بزاف ربما مع الناس، لان الفرقه ربما كنشتغل فيها اكثر، وكل سنة أو سنتين كنقدموا عمل، وبالتالي ربما هذه المساحة ديال باش نشتغل مع فرق أخرى أو أن نستقبل عروض أخرى هي كيتعرضوا لي في بعض الفرص، ولكن ما كنقبلهاش بزاف، لأي حاجة ربما تاخذ مني الوقت أكثر ما عنديش ليها الوقت صراحة. ننتقلوا للصعوبات وغنسولك، مهنة الإخراج الطريق ديالها سهل ولا مليء بالصعوبات والإكراهات؟
هو الإخراج كباقي المهن الأخرى المسرحية، يعني كالتمثيل كالسينوغرافي كأي فهي بطبيعة الحال فيها صعوبات، فيها صعوبات كثيرة، ولكن الإخراج كيجيني فيه صعوبات أكثر، لأن أول شيء كتحمل واحد المسؤولية ديال الفريق، فإما كتنجح هذاك الفريق وإما كتفشلو، هذه أول حاجة. ثاني حاجة وهو أنك خصك دائما تمهلوس بالجديد، دائما مهلوس بأفكار أخرى، دائما كما كيقول لك كدير واحد كتهرس داكشي اللي بنيتي وكتعاود تبني من جديد. ف تجربه ولكن شيقه جدا، ولكن فيها المتعه، فيها داك لو بليزير مع 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 الفريق، وداك الاشتغال وديال داك التجربه اللي كتبحث على اشياء وما كتعرفوش غادي تنجح ولا ما تنجحش، مغامره متعبه ولكن جميله جدا. شنو تعليقكم ابراهيم رويبعه على المسرح في البدايه ديالك ليه ودابا شنو الفرق؟ بطبيعه الحال واحد المجموعه ديال كتهضري على المسرح اللي كنشتغل فيه انا منذ بدايه المشوار ديالك لحد الان، يعني مقارنه شنو التغيير اللي واقع، واش احسن ولا لا؟ بطبيعه الحال هناك بعض الاعمال المسرحيه اللي كنعتبرها نجحات، وكذلك انني قدرت نشتغل فيها بشكل يعني فني في واحد الثقل، وكاين بعض الاعمال اللي واخا حققت نجاح مع الجمهور ولكن بالنسبه لي انا كانت اعمال غير ناجحه. ولكن الان مع هذه الدراسه دابا اللي كنقوم بها انايا في الماستر، كذلك كاين واحد مجموعه افكار تغيرت كذلك، ولا عندي طموح اخر ربما الفرجه المسرحيه بشكل مختلف. وهذا هو الجميل، اننا ما كنبقاوش بحال ديك الضياع، حتى ذاك الماء كيعطي الريحه، كيخصنا دائما التغيير، دائما نجددوا الدماء ديالنا والافكار ديالنا. والمجتمع بطبيعه الحال كيتغير، حتى حنا بالضروره كمسرحيين وكمبدعين كيخصنا نتغيروا ونمشيو مع المجتمع. شنو هو بالنسبه لك الفنان الحقيقي ابراهيم رويبعه؟ ما كنظن ما كاينش فنان حقيقي وفنان فولس، لا. انا بالنسبه لي احنا ما يمكنش نحكموا على ريوسنا ولا كنقولوا هذا، تبقى دائما علاقتك بالجمهور، الجمهور هو اللي كيحكم وبغينا ولا كرهنا. كاينين الناس اللي ربما كيبانوا احنا ماشي فنانه ولكن عندهم واحد الصدى مع الجمهور كبير، وكاينين الناس اللي ما وصلوش لهذا، فالجمهور هو اللي كيحكم. والنقاد مالوغوزمون ما عندناش نقاد في المغرب اللي ربما يتكلموا انهم هما اللي يقدروا يقولوا هذه الحويجات، اما انا ما الفنان الحقيقي في نظري ما حقيقي هو انك تكون تتبغي داكشي اللي كدير، وان بالصح وان بالصح هذيك الرساله كتشتغل عليها، اما غير فنان فقط لان ما عندك ما يدار وغادي تمشي دير الفن، فانا بالنسبه لي راه ماشي. واحد السؤال عندي، المسرح واش عنده علاقه بالدراسه؟ نعاود السؤال، المسرح والدراسه واش عندهم علاقه؟ عندهم علاقه بشكل كبير، ضروري. فالدراسه انا ما كنقصدش بها الدرس بالضروره الدرس الاكاديمي، ولكن الدراسه هي انك دوك الادوات اللي خصك تطور انت كفنان، فكيخصك تقرا، كيخصك تفرج، كيخصك تجلس مع الناس، هذه هي بالنسبه للقرايه. جميل. ننتقلوا لواحد السؤال اللي غادي تختار فيه ثلاث كلمات كعنوان لبعض الجمل غادي نعطيهم لك. إلا قلت لك إبراهيم رويبعه الاحتراف. الاحتراف في ثلاثة كلمات. نعم. احتراف. الاحتراف صعب. الاحتراف كلمة اللي هرست كذلك المسرح. الاحتراف مازال ما كاينش الشروط ديالو في المغرب. المسرح والأمازيغية. الأمازيغية واحد التراث مغربي اللي مهم جدا أننا نشتغلوا عليه. الفنانة كذلك يعني خاصة المسرحيين كيخصهم يشتغلوا عليه، أنه غني جدا، مازال ما تعطاش حقه. مازال محقور، واخا حنا مغاربة دائما كنشوفوا الأمازيغية راهي شي حاجة هامشية. ماشي في المركز. المسرح والشباب. الشباب هو لا غوليف، كاينه تجارب ديال الشباب اليوم اللي هي مهمه جدا في المغرب. كاينه ان ريفوليسيون الا بغينا نقولوا ديال الشباب على واحد النوع ديال المسرح،
ولينا كنشوفوا ثاني اشكال اخرى مسرحيه مهمه جدا. مدينه اكادير. اكادير هي هي المصدر، هي الطاقه، هي الحب، هي كل شيء. ابراهيم رويبعه، شكرا على قبول الدعوه، كنت جد سعيده بالاستضافه ديالي لك برنامج للفني صوت. شكرا لك، شكرا للبرنامج كذلك، شكرا للجمهور اللي حاضر معنا. كنتمنى ان ما نكونوش ثقال عليكم، ف نتمنوا ان المسرح يستمر ويزدهر الى الامام ان شاء الله بوجوه بحالكم. ان شاء الله المسرح مازال الطريق ديالو طويله وباقي المبدعين من الشباب. شكرا لكم، وصلنا لنهايه الحلقه، الى حلقه قادمه ان شاء الله مع ضيف جديد ومبدع اخر. شكرا.